240 ألف مدني وما يزيد هي حصيلة شهداء الثورة السورية من نساء وأطفال منذ 5 سنوات، وذلك بحسب دراسة دولية أجرتها مجلة بريتش ميديكال جورنال. المجلة الطبية البريطانية وفي عددها الجديد نشرت دراسة دولية حول نسبة المدنيين السوريين الذين استشهدوا في بلادهم، وربطت أعدادهم بأزمة اللاجئين التي تفاقمت في الفترة الأخيرة لتتصدر الساحة الإعلامية الأوروبية. تلك الدراسة التي أجراها أحد أساتذة علم الكوارث في جامعة لوفان ببروكسل اعتمدت في صياغتها على تحليل تأثيرات مختلف الأسلحة على المدنيين، مؤكدة أن احتمالات مقتل الأطفال والنساء بالأسلحة المتفجرة والكيميائية تفوق احتمالات مقتلهم بعمليات إطلاق النار مقارنة مع الرجال. فالبراميل المتفجرة التي يقوم النظام يوميا بإلقائها على أحياء ومناطق سكنية لا تميز بين كبير وصغير، بين رجل وامرأة، إذ أشار معدو الدراسة إلى أن المدنيين أصبحوا الهدف الرئيسي للأسلحة ويصيبهم جزء كبير من عمليات القصف هذه. التفاوت الكبير في أسباب الوفيات يختلف في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام عن المناطق التي تم تحريرها، فالدراسة ذكرت أيضا أن 75% هي نسبة الأطفال الذين استشهدوا جراء قصف النظام في المناطق المحررة، بينما في المقابل لم يستشهد أي طفل في مناطق النظام بالقصف. الله أكبر. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن عمليات القصف هذه هي السبب الرئيس في وفاة الأطفال والنساء السوريين، وأن هذا القتل المتعمد هو أحد الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفاقم أزمتي الهجرة واللاجئين في أوروبا اليوم.